من أحب الأعمال عند الله عز وجل وأفضلها وأكثرها تقربا إلى الله الصوم. يدع الإنسان طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل ربه عز وجل. الطعام والشراب والشهوة غريزة، حاجة إنسانية، فطرة في البشر. أن يدع الإنسان هذه الحاجة ويترك تلك الغريزة ويعارض هواه وحاجته من أجل من؟ من أجل خالقه جل وعلا، فإن هذا من أعظم الأجر عند الله جل وعلا، من أعظم الفضائل التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل الأعمال تختلف عن الصوم، الصوم شيء والأعمال الثانية شيء آخر. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي. الله عز وجل يقول الصوم لله جل وعلا وحده، فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وبين خالقه أن يصوم لله عز وجل. الصوم ترك، الأعمال الثانية فعل، أما الصوم فإنه إمساك وترك. أن يترك الإنسان الطعام والشراب والشهوة والجماع واللذة، كلها لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. جميل جدا أن الإنسان يكون جائعا والطعام معه والغرفة خالية، ليس في الغرفة أحد سواه، يستطيع أن يأكل فلا يراه أحد ولا ينظر إليه أحد، لكن لإخلاصه فإنه لا يأكل ولا يشرب. إلا الصوم فإنه لي، لأن الإنسان لا يفعله إلا مخلصا لله عز وجل. ولهذا الإمام أحمد يقول أفضل أنواع التطوع الصوم. يقول الله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أفضل شيء أن يدع الإنسان حاجياته في الدنيا لأجل الله عز وجل. ولهذا يقول في الحديث الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم، أي لا عد للصوم، لا حساب للصوم، لا نهاية لأجر الصوم. فضيلة، وأي فضيلة!